بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء. وعن كسو جنة إن يا أخوات كذا اسمك نسبيان خبر كي رفعيان لحرف بي أهايين لحظة حرف يمعاني ذو دي أيو صو شيقي يغاب كي وعمل فليان. هل كان يوحو كهذا ليا إن وحي خاص لته إنه أم الباب مر هذا أم الباب تهي خواص بي ليده خواص تهي وحي كم إذا أفر أرهموضو إيدا كدن بي مت كم إذا لام الابتداء اللي قليا بنان أفر أرهموضو كدن بي مت كم إذا لام الابتداء اللي قليا بنان مت كم إذا معنى هذا وحي ويا لبا كم إذا اللي سوما جين كرو يعني لبا أفر تا كم إذا لام الابتداء اللي وذا قليو أما سدا حما أفر اللي قليا مبنانو إيه هلا اللي قلنا أفرطا كمدا وايهي أفرطاسي وخبر كيدا واسم كيدا وضمير الفصل ومعمول الخبر مدول بنا شروط بوليهي. وتدخل ويقلي لام الابتداء لام الابتداء وحيقلي بعد إن ذي المكسورة همزة اللكسرية فقط وكلي على أربعة أشياء أفر شيء يقلي على خبرها خبر كيدا يقلي بشرط كونه أهنشيس مؤخرا مثل الدبديقي وياهي مثبتا للسوقي خبرك لام الابتداء قلي كرت بالشرط اسمك يا خبرك وانو اسمك هرية خبرك الدبية وحك له مثبت وانو يهي وخبرك أن لا أنفنين ونفي وانو سنجينين لبضع الشرط أي أشياء شروطك لا جرته ويهي نحو إن ربك الله سريع العقاب وإنه الغفور الرحيم. إن ربك إن هذا اسمك هذا ربوي الله سريع سريع ذر وخبرك لا مثل لام الابتداء وعلى اسمها اسم جذا يجلي بشرط أن يتأخر وإنه دبلعة عن الخبر خبرك وإنه كدبلعة اسم جنا لما الابتداء الجلين كريا بشرط اسم جيا خبرك وإنه خبرك صهر مرة اسم جنا وضمبيا خبرك هدو صهر مرة يوان نقانا وحل لازم الظرف أم جار يا مجرور إنه يجي سواه سكلا مكور مرة كرو كخبرك يا ظرف يا جار يا مجرورة هدي لا صهر مريو اسم جنا دبلو ديو اسم جاس لما الابتداء ولا جلين كرا مزحلقة عن مكانها متغناه وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر وأنه كذب نحو إن في ذلك لعبرة إن ذا اسم هذا لعبرة عبرة توي لام تنال من الابتداء في ذلك جرى مجرور خبر مقدمة وعلى ضمير الفصل ضمير الفصل نوال لجلين كريا نحو إن هذا لهو القصص الحق ضمير الفصل لام الابتداء لجلين كرا إن قذا شيء ذا ضمير الفصل هو حامل لازم مبتدا خبر لحظة شروط بانو شيغنا واجي سمعين ميان شيغنا شروط سبان شيغن فوائد دي سبع حسوا شيغنا سمعين كعلين مينو مرك بريال اللي سويدنا ان شاء الله وهي هي وعلى ضمير الفصل نحو ان هذا اللي هو القصص ان اسم هذا هو القصص وخبرك له هو ذنا وضمير الفصل لام ترى لام الابتدوي وهي هي وعلى معمول الخبر خبر كمعمول كيسنا والجلين كرا بشرط تقدمه هرمدي على الخبر خبر وانه كهرمرة معمول الخبر كنا والجلين كرا لم الابتداء شرط وانه خبر كالضمبية معمول كنا وانه هرية وياهي نحو إن زيدا لعمرا ضارب إن اسم هذا زيدا ضارب نوا خبر كي عمرا نوا مفعول ضارب كأوليه خبر كضارب كمفعول كيسوي وكسو هرمرة خبر كي لم الابتداء والجلين كرا لعمرا نظلينه ضارب وتتصل ويل حريرسن ما ماذي الزائدة زائدة ضاهيد بهذه الأحرف أحرف تن أي لحريرسن فيبطل وحابري عمل وعمل كذا وحصو شيء قال لهم الابتداء أفر أن موضوع إن كم ذا إن خاص كتاه أن إيه لكن إيه كأن إيه اللي تي إلا على لما جلين كرو لهم الابتداء أفر أن موضوع إن أي خاص إن دوا دعيو يا لهم الابتداء اللي جلين كرو وحصو شيء قني هل كم وحشي قي حروف تن لحدة ما زائدة إلا قليا بنان أو إنما يا أنما يا كأنما يا ليتما يا لعلما ليرى هذا بنان إيه ماذا سينا وحرف حرف وي وانا زائد حرف نما يا زائد نما لبضاها الشرط يا حرف هدايانا هاينا اسم ايت هاي دي إذا في محل نصب انت الله وإن يا أخواتك هذا اسم ايت يا هدي حرف بها هاتي مصدرية ايت هاي وحرف مصدرية اي نقطه
ماذا يمدخول كذا مصدر كلاجأ صحرير يا اسبي إن النقطة يا يا أخوات كذا ماذا وين يحرفنا تاي زائدنا وين تاي لبذا أريم الله هدي الله له إسلامك أنا حروف تلجليه ليتم ويا شرطك له ليتم ويا شنتك له إلا عمله اللي واجبه أو إن هدي ما زائدو حرفه زائد اللجليه إنما إنما زيد قائم هذا زيد مبتدا قائم أو خبر إن ذي نملغات ويا ماذا عملك كريبتي وياي كأن يا كأن يا لكن يا ليت أنا والله ميت ليت مجد ولا على أنا والله ميت ليت إن عمل فشاب بدن إن عمل فشاب بنان إن عمل فنين وبنان تجازة وجازة ليت ما هدي لقل يزيدة إن عمل سيا وبنان تاي إن عمل هلينا لا بدو أكو بنان تاي أنت وسوا وضع وتتصل ويلحرير سني ما ماذي الزائدة الزائد كأهيد بهذه الأحرف حروف تن أي لحرير سني فيبطل وحبري عملها عمل كذا بري نحو إن الله إنما الله إله واحد إنما أداة حسن وحليرة هذه النغني الله مبتدأ إله خبر واحد نعتي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى فعل مجهول بنيوه إن ذن ملغات أنما إلهكم إله واحد أنما ملغات وي إلهكم إله واحد مبتدأ يا خبر وكأنما زيد قائم ولكنما زيد قائم ولعلما زيد قائم إلا ليتموي فيجوز وحا بنان فيها ليتوحا كمنان الإعمال عمل سين والإهمال عمل هلين لبدا وبنانته ليت إلا عمل سيانا وبنانته إلا عمل هلين وبنانته نحو ليتما زيدا قائم أما ليتما زيد قائم بالنسب زيد ورفعه زيد نسب الله نسبيه أما الله رفعه لبدا وبنانته إجازة وجازوي قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونسفه فقد أي بيت شعره هذا قالت ألا ليتما هذا الحمام ألا ليتما هذا الحمام هذا الحمام لبدا صحيح واي وتخفف إن المكسورة هل كنا وحو كهذليا إن وأخواتها اللي حرف بيهاين لحظة حرف شن كمدة الشدة قدام بيا إن أن كأن لكن لعل شن تاسي شد بقدام بيا ليتم شدنا ليتم هذايا شدنين واحد لقفوا ضيا مجرتو حقيقي يدل ما لقفوا ضيا ماله لعلنا اللغويين بدن بيلا إذا هي باختلاف لغاتها لما فضوا ضيو ولقيت لعل هذا سيسك أهاني علا يلا علا يوحب اللي يرى هذا ولقيت ويا لما شفوا ذين كرو أفرت النون تشدن أيو دم بيسو إن إيا أنك أن إيا لكن أفرت أسي أيا وحكو بنا تخفيف إن لفوا ذيو تخفيف معنيه سنة وحوية لبدا النون يسكو شدن نون خيبا أو هوري إيا نون فتح سنة وكدن بيسو واي تي فتح سنة لحد في تي ريبانيت كليا لسو ريبي إن أن كأن لكن ساسو نغنية أفرتاسي هدي لفضوديو مال عمل سينيا مال عمل هلينيا سدح قيب وقيب سميا قيب إن لعمل هل إن لعمل هلي إيا لعمل سيا لبضو أي برنان تهي قيب إن لعمل سيا أي واجب تهي قيب إن لعمل هلي أي واجب تهي سدح لا قيب واي إن هدي لفضوديو إعمالي إهمال لبضو برنان إن لعمل سيانا وبرنان تهي إن لعمل هليانا وبرنان تهي إن لعمل هليانا بضن وإن هدي لفضي إن ليرادو وكو أن يكأن لبداسي هدي لفضي ويس لسعضان إن لعمل سيا واجبة لما علم على هلين كرو لكن هدي لفضي إن لعمل هليا واجبة لما عمل سين كرو سيد حقيب واي إن هدي لعمل هليو وحي شبيه إن بين هرت النقاني إن هدي أي نقطة أنتي النافية ذا يؤكاني إن نافية جرتها أنتي سيد اللي يسوي عمل فلي يسوي قلادي يرها علي عمل سينا يسوي من شرين أنت هسير شبيه يؤكاني مرة هاد نافية ما هتاني سين لوك لا فرقيه هدي معناها الإسكا قرانا يواضح وياهي والنفي إن الماشي اللي وجد جيدين أي عضة هاي وحبا ده وحول قصبين مايو إسكا خلاص هدي س معناها وسن عدانينين أو أنت النافية ده أي كده هجلمي أيوة إكاني
وحال لازمة إن هذا خبر وحي أي كتنقال لهيد لام اللي قلي لام الابتداء هي لازمة إن زيد اللقائم إن ترى هذا واجبة ولبا إن هذا بركة لفظة مخفضة من الثقيلة أي تهي وحال غالبة فعل الناسخ إنا يكشو فعل الناسخ من اللي يغانه كان وأخواتها أفعال المقاربة ظن وأخواتها قل ظن إنا يكشا اللي يغانه يعني مالك إنا يكشو غالب ماءها ما بظنا غالبة فعل أي قال إنه هرت فعل أي قشو ولما فعل قاس إنه فعل ناسخ النوضو فعل ناسخ هدي أي قشو خبر ك لما ابتدأ يخبر الله نسخ هاي سماهن ماشي خبر ك النقول لهيد وكان خبر كذا إيه كذا خبر كذا إيوه ظن اللي بدأ مفعول متقدم به هل قاس لما الابتدأ اللي قال هي لازمة وأترى إن كان زيد لقائما إن أترى واجبه وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن كادوا ليستفزونك من الأرض هي لازمة لام تأين لجيري لام تفارق هذا ليرة لام تفارق قوي لام الابتداء ميا مثلا لام كلام يلا كلا لقى كيان خلاف بجرا لام الابتداء إسكت هذا ضدنا وتخفف إن ولا فضين إن ذي المكسورة همزة لك سرية في فيكثر وحبذر إهمالها عملها لين تيرا بدن نحو إن كل نفس لما عليها حافظ إن مركب لفظيه لما ميم كان لفظيه لما أن لدهن إن كل نفس لما عليها حافظ أو أنت مخفض من ثقيلة وهي كل ومبتدى نفس مضاف إليه لما لم تفارق ذي وهي ماذا نزائي دوي حافظ ومبتدى عليها خبر مقدم وهي جملة ذنا مبتداها خبر كيسي ويقل وحير إهمالها عمل هلنت إعمالها عمل هلنت عمل سيد هذا ويرته ويقل وحير إعمالها عمل سيد هذا نحو إن كل لما لا يوفينهم لما مرك إن لفظ ضيوا كل لنسبيه لما رميم تلفظ ضيوا وإن كل لما لا يوفينهم ليرد وإن مخفضة من الثقيلة كل اسم جادي نسب سن في قراءة من روح قردي خفف فذية إن إيو ولما فذية في الآيتين لبضع آيات وتلزم اللام اللام أي اللازمي في خبرها خبر كذا إذا أهملت مركة العمل هل يو خبر كذا أي وحى اللازمي لام إن لقليه والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا فعل هدوس الناسخ هين إنت إن الوحريرية مو بضنا فعل الناسخ إن قشاء يا بضنا وإذا خففت مركة لفظ ذي أن هدي لفظ ذي بقية وحى باقي أهاري إعماله عمل سين ذي إن هذه لفظة عمل سيدة واجب وهي باقي بيهاني لما عمل له لين كرو ولكن يجب وحي واجب أن يكون اسمها اسم جاذا إنه نقض ضمير الشأن إنه نقض محذوف الحال وياي مثل الحذف اسم جاذا محذوف نيمو يا ضمير الشأن نيمو لبلا سيء لازم وقوة لا مصنف لكن لبده لازم ما ضمير الشأن إنه نقض وابدان تاي إنه سنقولين نوادع كرت ضمير الشأن يهرب برا شو بهان ضمير الشأن سيدي سبب ضمائف عادي أشن وجهك خلافه ما دام أشن وجهك خلافه ما لا استعمالي كرو إن يدنك هو خسبته مية ضمير الشأني دنك هو خسبته ما لا استعماله هذا يدنك هو خسبين ما لا استعمالي كرو ويا ضمائر تكلو أشن وجهك خلاف سيه كادي أي سورو بكرتو اسم هذا ضمير الشأني إن أنا لقيت يجيني وح كلا لقيت ديجو ضمير الشأني ما ببنانا إن لقيت ديجو وح كلا لقيت ديجي سيدا وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن يا إبراهيم أنت عزيز مخففة من الثقيلة اسم هذا ضمير شأن ماها وناديناه إبراهيم أيان أدواغني أن يا إبراهيم أنك يا إبراهيم اسم هذا أنك كاف الخطاب هو الحذف وكاف ويجب أن يكون خبره أيه ويجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا ويجب وحكر واجب أن يكون خبرها خبر كذا إنه نغض جملة جملة إنه نغض واجبة نحو علم أن سيكون منكم مرضى علم أن مخففة من ثقيلة اسم جادي وحذفيها أنه بؤها ضمير الشأن سيكون جملة إذن وخبر كذي وإذا خففت مركة لفظ ذي كأن هذه لفظ ذي وجب بقية وحى باقي أهاني إعمالها عمل سين تذي كأن هذه لفظ ذي أن لمتها عمل كذي وباقي أهاني لما عملها لينكروا ويجوز وحى بنان حذف اسمها اسم جادي إن لحذفه وذكره شيء جديد سير وبنان تاعي
كقوله شاعر هذلك اسبق إلا حثنا وبنانته إلا حثا بدن إلا شيئنا وبنانته كقوله شاعر هذلك كذا كان ضبيتن ويوم توافينا بوجه مقسم كان ضبيتن تعضو إلى ورق السماء ويوم توافينا بوجه مقسم كان ضبيتن تعضو إلى ورق السلام لا هذا صحيح وايه ويوما من الأيام مال مالمها كم ذا توافينا قبل وحين لسوا قابلي بوجه وجهك أو مقسم لقرحي كأن ضبية كأنها قبل واحد مودا ضبية قرنوك قرنوك أو تعضو لعلاعي إلى وارق السلامي سرمان عليهم بحيي لعلاعي ويبقل لانت بوجي ذا وانا اللغن نيرتي وانا بو انتا سورة وانو كغشبه ويوما مالين توافينا وحين لسوا قابلي وجيد إنك جيد الريم ليس بفاحش إذا هي نسته ولا من عقاس اللي يرى هذا تلمنتي سيكمل هاي ويوما مالين توافينا وحين لسوا قابلي بوجه وجه أو مقسم لقرحي كأن ضبية هدي اللي يرى هذا واسمي خبرك أي حتف كأن ضبية جرنوك جرنوك تأو تعضو لعلاعي إلى وارق السلام سلم عليهم بحية لعلاعي هذه المرأة إسلام تناد أمه ليسا هذه اللي كان ضبية اللي يرى هذانا وكان ضبية هذه اللي يرى هذانا واحد اسمي حتفن كأنها قبلنا واحد مودا ضبية قرنوك قرنوك تو تعضو لعلاعي إلى وارق السلام قيت كسلم كي عليهم بحية لعلاعي سؤال شلو واحد صوب مرة كأنه حرف تشبيه حقيقة شا مشبه حقيقة شا صح كأن ضبية هذان إرادة كورن كأن ضبية مشبهي أوي إيه كأن ضبية هذان إرادة مشبهي أوي إيه واحد فين هي مشبهي هوا كان واحد مفهم إنسان سلي دي يلا اسمي جايدا مشبه سو إذن ما ديهن مرهوري كأن ضبية سواري قرنا سبنها اسمي جايدي اسمي جايدا مشبه نقنية لقويا ودين ويا هي إيه سيدا مشبه يا مشبه به وحا أصله لغو كلا سارة وجه الشبه باش اللي إساقا شبه يو متك أصل كأوله أيا وحو يهي مشبه به مشبه يا مشبه به وجه الشبه حليل هذا كان حيا ما لا إساقا شبه يا ناجر والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه وجهك ماشا إساقا شبه يا ناجر كان حيسوي هذا ما شاء إسك شبهه يعني وجه شبهه كان أصل كأوله كاسا مشبهه به كان عن أصل كأوله هينه فرع وكوي هينه مشبهه واي سامو فهني يا واي هاي هذاني راه هذا زيد كشمسي إفتين يعني كيف شبهه وجه شبهه وإفتين إفتين كا زيد يقرحه ذا كي أصل أوله قرحه ذا أصل أوله مركب قرحه مشبهه به واي زيد هو مشبه إلا إفتين كفرع بكوية هي زيد كالأسد جيس إنما ذا يأسل أوله جيس إنما اللي بيجري هذا هذا اللي باح جيس ما هاللي باح وجري جري يشجع لبيك ليهن شجاع وحوية أذق وبقى يا نفط هذا إناد عليسو ماشي أنا أتخسب كوك عليسو تا اللي باح ملها تا عقل باللوبة هي لو عليسو معن اللي باح ملها وحيوان عقل ملها جري نوح اللي يجري هذا هو واحد مركو أركو قال يا هجل قال أي وبضنت هاي ماشي عبسي وهاي ما يسكتور تا بس كان عفته ما يسكتور يسكتور تا هذا يكون بضنت هاي جريء بالليل هذا بقى اللي باح هو جريء شجاع معها صحيح جريء لماذا مركو حاو أصل اللي باح ما قرأت صحيح ما تاي ويو بن آدم هو واحد كده قال لما هو شجاع نما جريء نما معها غالبا جريء لماذا هو حاصل أوله اللي باح مرك اللي باح سيدا سو مشبهه به يكون هذا سيدا مرك هذا فهنتان هذان إلى هذا كأن ضبية تنفعضوا إلى ورق السلام هذه المرة وجه شبه قرنوك يقبرنا إساق شبه أيوه حون غنية بقل الله لذوي يعني علو المرة قبرنا علو شيء نبرك يكون لقنتها وبقل الله لنتها بقل الله لذا يا أصل أولي قرنوك تأصل أولي بنا أدم علو الوكينا وحوها هدو عنو كروك سلسلاحة وهي هي قرنوك يا أصل أولي مرقا قرنوك هدي أصل أولي ذا هي سوف يعرف في رسالة مارك كيف مشبه النقونة يا كيف مشبه به النقونة يا مارك قرنوك محي النقوني
مشبه به سمهن كأن ضبية تن محوك الدقاء سيئة هذا نصبيه مشبه بوك الدقاء صحيح مشبه به بوحوك الدقاء تشبيه مغلوب على هذا كاسو كله تشبيه مغلوب والتشبيه لدى بجدية وحكي كان يقول هذا هو هاي الأسد كزيد الأسد لباعه كزيد يعني كان يقول هاي كليث مثل الفاسق المصحوب جور مغنون تشبيه مغلوب كمكر مثال لي كالليث مثل الفاسق المصحوب الليث لباحه مثل الفاسق فاسق وكلوى المصحوب لنا صاحب فاسق لنا صاحب يلي باح لنا صاحب وكف سهدنا يا الله بضوا فساد كيكو بضن لباح كو بضن لباح وكو عنيا يعني واللي باح انت ادلا صعوته انا كلبت بادا واحد دعي كرمها فاسق لكن انت ادلا صعوته انا تكبت بادا واحد دعي كرت بل انا سيدو في سطابة دعي كرتو وعدي سودو وحوشيكتو صحيح لباح المشبه به قال ها يمشبه كذلك كليث مثل الفاسق المسحوب تي بايل من دوغني مرك قدري ان كمر دونا بيت كلفتي سوكين دونا مركاس و خوكين دونا تشبيه مغلوب انه يهي او سداس كوو شيغ دون كاذبيه غرنوك غرنوك تو تعدو لعلعي الى واريق السلمي سلب علي بحي لعلعي هذه المراه اسلام تن لم تهيو غرنوك تبع علوب بغلاليده غبداي ككينت كلها غرناي كشبهدي أو بقلالي ذا وحا أصل أولي قبط نصيدا يؤوضا وتشبيه مغلوبة أما كاللي كأنظبية كأنها قبط واحد مودة تشبيه أصل كي هو مركة كأنها قبط يا مشبهة قبط يا حلوجة ها قبط يا وحي نغني مشبه به كأنها قبط قرنوك تنجي ذا ما وحا مشبهة مركة سي قبضة صباحا كأنها قبض واحد مدة ضبية قرنو قرنو تو تعضو العلاعي إلى وارق السلمي كأن ضبية تنمر كإرادو مشبه به قوى ضبية صباحا كأن ضبية تن صح واي مشبه واي كأنها مركا إرادنا قبضة مشبه به يعني هذا مثال وانسد بمري واخلتي كأنها قبضة واحد نغني مشبه ضبيتنا مشبه بي وكا صحوي لكن مركا إرادو كأن ضبيتن يا مش يا نغطي مركا وكا كأن ضبيتن كأنها قبل واحد مودا ضبيتن قرنوك قرنوك تو تعضو لعلعي إلى وارق السلمي وكأنها هذا سي وحوي مشبه ضبيتنا مشبه به ويتشبيه مركا أسل بو صعدة وإذا خففت لكنها دي لفوضيه وجب وحا واجبي إهمالها عمل هلين تهذا لكن هذا اللفظ ذي الله كله يراهذا إلا عمل هلين واجبة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على